الدكتورة إيمان فودة، هي رئيس وحدة البيدياتريك بالمونولوجي في قسم الأطفال. أيديها على الوحدة وعلى الاسم كله. أنتوا عارفين بقى إحنا في موسم الكوفيد والكلام ده كله، توتشست هما نمرة واحد يعني، فتزعلوش مني. طبعا لا، الانتنسيف كير دول مع المستشفى كلها، ونمرة قبل واحد كمان في كل حاجة. فطبعا ان شاء الله هتكلمنا على رير ديزيز عندنا في البالمونولوجي وفي الاطفال، اللي هو سيستيك فايبروزيس. ات واز فيري رير لدرجه ان احنا اساتذتنا رحمه الله عليهم كانوا بيقولوا لنا مفيش حاجه اسمها سيستيك فايبروزيس في مصر، وما تحطوهوش في الديفرنشال دايجنوسيس في اي حاجه. فيعني من التسعينيات بقى كده ابتدت البيكتشر تتغير، واكتشفنا لا، مصر برضو فيها سيستيك فايبروزيس. واستاذه الدكتوره ايمان هتقول لنا على السيتويشن بقى، باست وبريزنت وفيوتشر. استاذه الدكتوره كريمه واستاذه الدكتوره رباح اول اثنين عملوا رساله على انه في سيستيك، يدوروا على سيستيك فايبروزيس في الاطفال المصريين. فطبعا ربنا يجعله بقى في ميزان حسنات الجميع. اتفضلي يا دكتوره. السلام عليكم وجمعه مباركه ان شاء الله. طبعا تهنئتي استاذه الدكتوره عزه عبد الجواد، استاذ الدكتور محمد عبد المحسن، استاذه الدكتوره امير، استاذه الدكتوره فاطمه، والتيم كله الاكثر من رائع لفكره الرير ديزيز. الحقيقه عايز اقول لكم ان في بعض الديزيز اللي مصنفه رير يمكن احنا بنشوفها كتير في مصر، هل احنا لان عدد سكاننا كبير، هل ان احنا فيري جود دكتورز، اي دونت نو. لكن على سبيل المثال مثلا حاجه زي الانترستيشال لانج ديزيز، لما بتكلم عنها بره مصر هم بيعتبروا ان اللي بيشوف حاله في السنه بيعتبر ان هو شاف. احنا هنا بنشوف الحالات دي انترستيشال لانج ديزيز، بنشوف اكتر مثلا من 7 8 حالات على مدار السنه. فاي ثينك اللي بيعتقد ان هو رير قد يكون احنا عندنا لو انستنس اعلى. احنا هنتكلم عن السيستيك فايبروزيس من ايجيبت، المرض اللي كانوا بيعتقد ان هو مش موجود. طيب خلينا نشوف كده الكيس سيناريو كده كايرا اوف كيسز. ليلى هي بنت عمرها سنتين، هو ويز ريفيرد تو اور تشيست كلينيك بيدياتريك هوسبيتال عين شمس يونيفرسيتي. وانا حاطه صوره بيدياتريك هوسبيتال بشكلها الجديد، الاضافه كبيره للبيدياتريك ميديسن لوفر ايجيبت. الحقيقه سعيده بانتمائي لهذا الصرح العلمي المتميز. البنوته الحلوه دي جايه تشتكي لنا من كومبلين اوف ريكرنت تشيست انفكشن الكومن كومبلين اند ريكرنت جاسترو انترايتس والسيفير دي هايدريشن. البنت اتحجزت في المستشفيات 8 مرات في السنه، ومنهم مرتين في البي كيو. المنظر كالعاده، المنظر اللي حضراتكم بتشوفوه ماسكه الشنطه البلاستيك الشهيره اللي مليانه جميع انواع الادويه اللي خلقها ربنا، ومعاها مجموعه من السيتيهات كتير. عايز اقول لكم ان البنت دي كانت عامله على مدار سنه واحده بس اكتر من 6 7 سي تي تشيست، which is يعني very hazardous، ومعاها ادويه all types of cough mixtures and antibiotics. الحقيقه لما جينا ناخد الفاميلي هيستوري من الام، الام قالت ان ليلى هي بنتها رقم 4 وفي سكند ديجري كونسانجنس مارج، هاويفر ليلى از ذا اونلي ليفينج تشايلد. لما سالنا الام على القصه بتاعت اولادها السابقين، قالت ان كان عندها 3 اطفال who were born normally حسب كلامها، all died حسب برضو كلامها من نيمونيا within the first year of life. كل ما تعرفه هذا الام ان بيتقال لها ان الطفل ده عنده نيمونيا واتحط على الفنتليتور، والكوز بالنسبه لها از unknown. لما جينا نعمل كشف على ليلى، هي عمرها سنتين ووزنها 6 كيلو، الهايت از اونلي 70 سنتيمتر، شي از بيل كاشكتك ديستريسد ويز انتركوستال اندروينج وهايبوكسك، الاوكسجين بتاعها روم اير 88% ويز ماركت ابدومينال ديستنشن اند هيباتو ميجالي. الحقيقه لما جينا نفكر في الحاله، اما نعمل انفستيجيشنز قلنا ان دي حاله ريكرنت نيمونيا، عندها فيلير تو جين بروبر ويت، عندها ريكرنت اتاكس اوف جاسترو انترايتس، والمميز ليها عندها هايبوكاليميا بيرزيستنت ديورنج الجاسترو انترايتس برغم ان الفوميتنج والدارية مش نوت سو سيفير، عندها كونسانجوينيتي، عندها افكتد سيبلينج. فكان التفكير بالنسبه لنا في البيدياتريك بالمونولوجي بعد ما شفنا السيتيهات بتاعتها والكلام ده كله انها في بوسيبيليتي كبير انها تكون سيستيك فايبروسيس، وبالتالي عملنا طلبنا نعمل لها سويت كولرايت تيست، وكانت النتيجه بتاعتها دي طبعا الجدول بتاع وين تو كونسيدر سويت كولرايت تيست بوزيتيف، ودي كانت النتيجه بتاعت البنوته 112 اتس بوزيتيف كيس، وبالتالي الحاله دي اتشخصت انها سيستيك فايبروسيس. السيناريو ده بقينا بنشوفه اتليست كل اسبوعين عندنا حاله بهذا السيناريو.
طيب السيستيك فايبروزيس هو جينيتك اوتوسومال ريسيسيف ديزيز انفولز مالتيبل سيستم. الحقيقه هو نتيجه ميوتيشن في جين بنسميه سيستيك فايبروزيس ترانس ممبرين كوندكتنس ريجوليتور، المسؤول باختصار شديد عن الكلورايد والصوديوم ترانسبورت. الميوتيشن في الجين ده بيأفكت الكلورايد ايون شانل فانكشن، فبيؤدي الى ديس ريجوليشن للابيثيليال فلويد ترانسبورت، وده هيؤدي ان الميوكس هيبقى فيري سيك. انا بسميه كده ميوكس زي الحجر، موجود في اي حته فيها دكت، يعني موجود في الاير ويز، في البنكرياس، في اي حته فيها دكت. الحقيقه ان اللايف كواليتي والاكسبكتيشن ار افكتد طبعا، بيعتبر ديبليتيتنج مالتي سيستم ديزيز، مفيش حته في الجسم مش هتتاثر، انكلودنج طبعا الريسبيرتوري سيستم اللي هنتكلم عنه، الليفر، الانتستين، الفاس ديفرنس، البون، افري بارت ويل بي افكتد. ده على راس القائمه ده منظر السي تي بتاع العين اللي احنا بنشوف عين سيستيك فايبروز وذ اكستنسيف برونكيكتس بهذا الشكل، وبيبقى الطفل قاعد 24 ساعه نيرلي على النيبيلايزيشن بهذا الشكل. لكم ان تتخيلوا حياه الاهل شكلها عامله ازاي. الحقيقه احنا بالنسبه للسيستيك فايبروزيس احنا عندنا مجموعه من الكلاسز، مش هوجع دماغكم بيها، بس اللي عايز اعرفه انه مش كل انواع السيستيك فايبروزيس بتنتمي لنفس المجموعه، بالعكس احنا عندنا اولموست 7 تايبس، والتايبس دي كلها بتصب في الاخر ان انا بفقد عمليه الكلورايد والصوديوم ترانسبورت. بس مهم قوي ان انا اعرف ان الديفكتس موجوده فين، لان النيو ميديكيشنز الونج ذا وورد بتتعامل مع كل كلاس منفصل، فما يصلح لكلاس 1 لا يصلح لكلاس 2 وهكذا. طيب وضعنا ايه في مصر؟ الحقيقه ان سيستيك فايبروز والصوت تو بي اكستريملي رير امونج ذا ايجيبشن بوبوليشن، وده كانت النتيجه انه ما بيتحطش في الديفرنشال دايجنوزز باي ميني فيزيشنز، وبالتالي العين يفضل يلف اللفه الطويله لغايه ما نوصل في الاخر لدايجنوزز نتيجه اللاك اوف ابروبريت دايجنوستيك تول. بريسايز انسنس اوف سي اف ان ايجيبشن ستيل انون، بس عايز اقول لكم ان انا كل 10 ايام انا عندي نيو كيس. الحقيقه بروفيسور اكرام عبد السلام رحمه الله كانت اول من قال ان السي اف از مور كومن ذان بريفيسلي انتسيبيتد، وحطت انسنس 1 إلى 2664 حالة. أنا عايز أقول لكم إن أنا عندي أساتذة عظام أشرف بإن أنا تلميذة ليهم، وحبقى تلميذة ليهم مدى حياتي، بروفيسور كريم عبد الخالق، بروفيسور ماجدة الصيفي، الحقيقة البايونير بتوع البادياتريك بالمونولوجي اي ثينك مش بس في مصر الحقيقه، بروفيسور رباح شوقي رحمه الله الحقيقه كانت من الناس اللي اشتغلت مع الاستاذه الدكتوره كريمه في موضوع السيستيك فايبروزيس، واول ما اتعملت الجينيتك ستادي في مصر. So, العنوان بتاع المحاضرة Past, Present and Future. إيه مشكلة cystic fibrosis في الباست؟ مشكلته حاجة واحدة. It's an undiagnosed disease. ده المisdiagnosed child. الفريكوانت lung and respiratory infection بتشخص إن العيان عنده immune deficiency أو عنده recurrent respiratory infection for more and more and more injectable antibiotics. Persistent wheezy chest. كالعادة التشخيص اللي بنعلق عليه كل شماعتنا difficult to treat asthma. Lose stool with poor weight gain و failure to thrive اللي بيجي بيها العيان بنشخصها إنها feeding problem، والأسوأ والأسوأ cow milk allergy. Recurrent attacks of dehydration. العيان بيدخل في dehydration بعد vomiting واحدة أو اتنين ولوse motion، ويبقى عنده hypokalemia وhyponatremia عنيفة، يتقال إنه insufficient fluid intake أو عشان إحنا بلد حر، وبالتالي العيان بيحصل له dehydration. ده البرزنتيشن بتاع العيان، وده تفكيرنا فيه في الباست. والبيبي لما بيتشخص cystic fibrosis عندنا بيوضح خطا التشخيص في الاطفال السابقين، وان ذا دكتور ديسكرايب ذا سيمتوم ذا بيرنت ريلايز ذات ذير اولدر سن كان كده، which the child has been taken to numerous doctor because of his diarrhea or his respiratory problem, but he was misdiagnosed again and again till this. ده السيناريو اللي احنا بنشوفه دايما. الكلام ده الباست. What about the present؟ البريزنت في مصر we are trying to improve the diagnosis. We are trying to do cystic fibrosis awareness. We are trying to do CF data registry عشان نعرف الناس ونعرف حكومتنا ان احنا هو عندنا CF cases. عندنا cystic fibrosis center. Yes, عين شمس now is one of the biggest CF center في الميدل ايست. مالتي ديسيبليني تيم. Yes, احنا بنشتغل دلوقتي مع الجي اي، مع الجينيتكس، مع السايكاتري، مع الفيزيوثيرابي، مع ايفري وان. ونحاول ان احنا نقول ندي اطفالنا كل الافيلابل ميديكيشن. تعالوا كده نشوف مع بعض، لما عاوز اشخص انا محتاجه السويت كولرايت تيست، محتاجه اعمل نيو بورن سكريننج فور ايرلي دايجنوزس، محتاج اعمل كارير سكريننج فور ذا كامينج بريجننسي، سؤال الام الشهير احمل تاني ولا لا، محتاجه اعمل جينيتك ستادي. زي ما انتم شايفين التريتمنت دلوقتي عالميا معتبر على نوع الطفره الجينيه الموجوده، وبالتالي احنا قدرنا نجيب هذا الجهاز. الجهاز ده
نص مليون دولار جاب هدية من السي اف فاونديشن ثانكس تو بروفيسور سامية نصر فروم يو اس اي شي سبورتد اس ا لوت اكشولي بالتعاون مع الميدل ايست سيستيك فايبروزيس اسوسيشن. جاب 4 اجهزة على مستوى مصر، جامعة عين شمس وجامعة الزقازيق وجامعة سوهاج وجامعة اسيوط دلوقتي عندهم الجهاز عن طريق التلي ميديسن. التيم بتاع البيدياتر بالمونولوجي كله اتعلم هاو تو يوز الماشين ودلوقتي احنا بنستخدمها وبنشخص في جامعتنا العريقة. نيو بورن سكريننج الحقيقة مهم جدا فور ايرلي دايجنوز عشان الطفل ما يخشش في البرونكيكتس وبتخشش في الفيلير تو سرايف والكومبليكيشن ويصبح سودوموناس كولونايزر. وبالتالي وزاره الصحه الحمد لله اضيف السيستيك فايبروزيس كبارت من الجينيتك ستادي ونيو بورن سكريننج ناوادي. This is our experience in our hospital. This is all our cases. كل الحالات اللي تتحول لنا من جميع الاقسام بالسسبكتد بيكتشر وي ار ستارتنج تو انفستيجيت ذم. على مدار الفتره اللي فاتت احنا مشخصين اكثر من 150 حاله وانا اي ثينك ان العدد هيتضاعف الفتره القادمه مع المور اويرنس. بيبداوا من 4 شهور لغايه 16 سنه اكتر عدد حالات بقينا نشخص فيري ايرلي للاطفال الاقل من سنه. الحقيقه دي الداتا بتاعه العيانين اللي احنا هتتنشر فيري سون حوالين الديستريبيوشن اوف كيسز ودي توزيعتهم رورال واربن ودي المانيفيستيشن اللي بيجي بيها العيان كرونيك ريسبيراتوري بروبلم فيلير تو سرايف كرونيك دايريا اند سو اون. دايجنوستيك انفستيجيشن وي هاف اور اون برونكوسكوبي وكل العيانين بيتعمل لهم برونكوسكوبي ناو دايز تو بريفنت ذم فروم بينج ايرلي كولونايزر. كمان عندنا بالمونري فانكشن فولو اب للبيشنت ونتبادل مع السيستيك فايبروزيس فاونديشن الحقيقه اور ريزلتس ودي البرسنتج كل العيانين بيتعمل لهم جروس كلتشر كل العيانين بيتعمل لهم بالمونري فانكشن جريت اتشيفمنت. ده الجين ستادي بتاعنا وزي ما هو موجود في العالم كله دلتا اف 508 لكن ستيل انا في مصر عندي طفرات لا توجد في العالم كله وبالتالي اي ثينك ان احنا وي نيد مور اند مور ريسيرش. وبالتالي والاول مره بتوضع مصر في خريطه السيستيك فايبروز ات واز نوت بريزنت بيفور ثانكس لفضل الله وفضل اساتذتي العظام. دلوقتي اصبحت مصر على خريطه السيستيك فايبروزس بكل الانسنس بتاعتها ودلوقتي عن طريق الجامعات كلها احنا عملنا اوريدي جمعيه ايجيبشن سيستيك فايبروزس كونجرس او كوميونتي دي بتضم معظم الاساتذه ان شاء الله اللي هم انترستد تو دو ذا سيم سبجكت. وكل البيشنت عندنا بياخدوا كل الميديكيشن اللي حضراتكم شايفينها انكلودنج very expensive medication الكرايون اللي بتوفر دلوقتي لكل عياننا بياخد الفول ريكويرمنت مع كل الانتيبيوتكس والحاجات دي كلها. الحقيقه بدات كمان يتقال اسم مصر في كل البيبرز دلوقتي بالارقام اللي بتطلع من عندنا دوكيومنتد بالجود دايجنوزس. مصر اصبحت اجين على الخريطه لو حضراتكم شايفينها ات واز نوت بريزنت من 5-6 سنين ما كناش على خريطه الدايجنوزس اوف ازمه. ده البريزنت اللي اي هوب انه في الفيوتشر هنشوف حاجات احسن كتير قوي. What are the future hope الحقيقة? New gene modulator? Yes, we are now trying to bring it now. And the Egyptian lung transplantation program اللي هكلمكم عنه. المانجمنت دلوقتي الحقيقة ان الطفل اللي عنده cystic fibrosis بيقعد 24 ساعة و365 يوم على الميديكيشن. الحقيقة ده منظر الأطفال وهي قاعدة ودي كمية الميديكيشن اللي بياخدوها. هوريبل يو كانوت ايماجين العيانين واهليهم بيعانوا قد ايه الحقيقه. فاذا حصل بريك ثرو دي كلها مجموعه المانجمنت اللي بتستخدم في السيستيك فايبروزس لكن انا النهارده بكلمكم على البريك ثرو الكيوراتيف مانجمنت اوف سيستيك فايبروزس از ا جين ديزيز. الحقيقه النيو ثيرابي دخلنا في السي اف تي ار موديوليتور تايبس فتحولنا من جاست سيمتوماتيك تريتمنت الى كيوراتيف تريتمنت. ذيس از اور هوب وبناء عليه الكلاسز اللي اتكلمنا عليها دلوقتي كل واحد من دول له سبيشال جين موديوليتور بيبقى مناسب ليه حسب الطفره الجينيه بتاعته مش هنوجع دماغنا بيها. دي الموديوليتورز الموجوده يا اما مجموعه كوريكتورز يا اما مجموعه بوتنشيتورز ومجموعه هذه الميديكيشنز كلها موجوده اول اوفر ذا وورلد. او بدات يعمل خليط ما بين الموديوليتور وما بين البوتنشيتور وده ادى مجموعه دراجز اللي هي الاوركامبي والسنيجرو والحاجات دي الحقيقه موجوده في العالم كله واحنا بنحاول دلوقتي ان احنا نجيب زيها في مصر. والجديد والاف دي ابروفد البريك ثرو للسيستيك فايبروزس اللي انا بسميه ساندوتش الكومبو تراي كافتا اللي سوجبل فور موست اوف ذا كيسز اوف ذا سيستيك فايبروزس هوبينج ان شاء الله باذن الله ان احنا نقدر نجيبه. وعلى فكره في بعض البيشنت قدروا يجيبوه ده بنسميه التريبل كومبو للاطفال السي اف اللي فوق 6 سنين اللي عندهم اتليست 1 كوبي من دلتا اف 508. الحقيقه الامل ان كل الدراجز دي اف دي اي ابروفد وكلها اورال ميديكيشن نو انجكشن اتول وكل الدراجز دي ابروفد لليونج ايج بسكيدجولز محدده. This is the happiest face. What about the bad face الحقيقه ان هذه الميديكيشن ستيل فيري اكسبنسيف يمكن بيوند اور ايكونومي ان ايجيبت لكن الجود نيوز ان في شركات بدات تاخد هذه الميديكيشن وبدات تدخل في الكومبيتيشن وبالتالي هنحصل على دراجز بنفس الافيكاسي لكن بسعر اقل.
وات اباوت النيو هوب الجديد اللنج ترانسبلانتيشن. عايز اقول لكم ان الاسبوع ده فيه بروفيسور من جابان موجود في مصر تو ستارت اور فيرست لنج ترانسبلانتيشن. حقيقي هي ادلت لكن الدور حقيقي علينا في الاطفال لما يكون في حاله من حالات السيستيك فايبروسيس. ده دي الايف وهقول لكم قصتها ايه بالظبط. هذه الجزء احنا بنعمل ده عشان احنا ما عندناش كادفر لنج ترانسبلانتيشن، عندنا ليفنج دونر، فبناخد فص من الاب وفص من الام ويتم زراعتهم للطفل وبيقدر الطفل يعيش مور اور ليس نورمال لايف. الحقيقه الليفنج دور زي ما دي القصه بتاعتها، بناخد فص من هنا وفص من هنا ودي الانديكيشنز بتاعتها هوبنج ان احنا نشخص بدري ونعالج بدري فما يوصلش العيان ان يكون واحد اوف ذيس انديكيشنز. الحقيقه اي واز براود ان انا والتيم وكبرت من التيم بتاعي من البيدياتريك بالمونولوجي سافرنا الكي اف يو في السعوديه وخدنا كورس دي صورنا هناك واحنا بنتعلم وات ار جوينج تو دو فور بيدياتريك لانج ترانسبلانتيشن ما يكون موجود في مصر. ده احب اقول لكم دكتور محمد حسين بايونير اللانج ترانسبلانتيشن، هيز ان ايجيبشن مان، هو احنا واقفين جنبه انا وزمايلي وبنتعلم اللانج ترانسبلانتيشن بروجرام هاو وي ار جوينج تو مانج اور كيسز. اللي انا محتاج اقول لكم مش ممكن هنتخيل حجم المعاناه اللي بيعانيها الاب والام اللي عندهم طفل عندك سيستيك فايبروزس. والباد نيوز ان انا عندي حوالي 5 اطفال او 5 اسر عندهم طفلين سيستيك فايبروزس غير اللي فقدوه. فمهما تخيلتوا ان العيان قاعد بياخد نيبلايزيشن جرامايسن و و و و وستيل هو عنده سودوموناس وستيل بيفقد بالمونري فانكشن بتاعته، فعمرك ما هتتخيل العيان ده بيبقى شكله عامل ازاي. احنا عندنا فوق دلوقتي في القسم حوالي 5 6 اصيبوا بالفيروسات الموجوده حاليا دلوقتي ودخلوا في اكيوت اكسسربيشن. كل المطلوب من حضراتكم حاجه واحده بس، if you suspect please refer، if you suspect just please refer. So in the past a disease that can undiagnosed, in the present promising results, in the future new hope for our patients. This is طفل من الاطفال طبعا مش مصري. I have CF with your help CF cannot have with me. الوش ده اللي هو نصه بيضحك نتيجة الادفانس والنص بيعيط، احنا مش عايزين النص يعيط. It will be great hope actually for the patient and great hope will be here in our country Egypt and this is our team all which I'm grateful to. الحقيقة كل تيم الشست اللي انا بحييهم نيابة عنكم بيعملوا شغل رهيب عشان يصبح السي اف وتصبح مصر يعني على قائمة السنترز. دي الميتنج اللي احنا عملناها الفترة اللي فاتت، الحقيقة جبنا حد من الفيزيوثيرابي مخصوص من يو اس اي علم كل دكاترتنا هاو تو دو فيزيوثيرابي فور ذوز بيشنتس. جبنا حد نيوتريشن بالتعاون مع قسم النيوتريشن برضو معانا في المستشفى عشان نقدر ان شاء الله باذن الله، ودول جبنا نوع من انواع البروباجندا عشان نقدر نجيب مور اند مور ميديكيشن فور ا بيشنت. اند ثانك يو هوب ان شاء الله الميتنج القادم دكتوره عزه ان شاء الله هيكون الكيوراتيف مانجمنت موجود باذن الله. بروفيسور دكتوره ايمان احنا بنشكر حضرتك على يعني كل حاجه، على الفعلا بريشس برزنتيشن، والحاجه الثانيه التايم مانجمنت بتاع سيادتك مارفلس، يعني دي حاجه يعني كونسيدريت. الحاجه الثالثه مهمه قوي، انا هضيف حاجه صغيره، روسيا مشهوره جدا 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 في ريسبيراتوري فيزيكال ميديسن، فانا اي ثينك زي ما حكيت سانتي وميكا انا فاكر اشتغلت للسي اف من حجم فوق ال 15 20 سنه وجالنا ناس هايلي بروفيشنال، فانا اي ثينك لو فتحنا ايرا في الفيزيوثيرابي يعني حتى مطلعين باسمهم حاجات معينه. انا بشكر سيادتك جدا دكتور ايمان، وانا تايم فاكتور عشان ما انا ما اضيعوش. انا اي هاف ذا اونر تو بريزنت وان اوف اور